الأمور بصفة عامة الأمور طيبة، أمور هانية، تعاون مواطنين تعاون جيد، خروقات أمنية ما فيه، أمور كويسة، الناس كلها متقبلة الأجهزة الأمنية كافة، سواء من الشرطة، سواء من الدعم المركزي، سواء من الأمن العام، مكافحة الظواهر السلبية حتى مقيمين بوجبهم. المدينة صرت من الداخل آمنة، الأمور كويسة، قفل المحلات بعد الساعة 3 والأمور المتبعة من الحجر الصحي، هذه متولية الأجهزة الخاصة بين لجنة الصحة هي اللي محذرة على الأمراض، يعني بعد الساعة 3 ومعدي للساعة 6 صباحا قفل المحلات التجارية بصفة عامة حتى الحركة تقل في المدينة. الأمور بصفة عامة الأمور طيبة، الأمور جيدة جدا، ما فيش أي مشاكل. تعاون المواطنين معانا منازلهم مفتوحة لنا في أي وقت، متعاونين معانا، متعاونين معاهم، الناس كلها أهل وأصحاب وأقارب، الأمور طيبة، الأمور كويسة بإذن الله، الأمور ثانية جدا جدا في مدينة سيرة الله وحية، الأمور كويسة بصفة عامة.